يعطيك العافية خامس. اليوم درسنا عن القيمة العددية لتعبير جبري في متغير واحد. شو الهدف من درسنا اليوم؟ إنه نكتب تعابير جبرية بسيطة في متغير واحد ونحسب قيمتها العددية. طبعا كيف بنحسبها؟ بالتعويض. شو يعني تعبير جبري؟ اليوم رح نعرف التعبير. مبارح وأول مبارح كنا نشرح عن التعبير بالرموز، كنا نكتب سؤال أو جملة نحولها لتعبير بالرموز، يعني يزيد عمر طلال عن عمر أخيه بمقدار 3 سنوات. شو كنا نعمل إحنا؟ كنا نمسك نحكي إنه عمر طلال بيزيد عن عمر أخيه بمقدار 3، عمر أخيه مجهول، كنا نسميه سين ونحكي سين زائد 3. هذا التعبير بنسميه تعبير جبري بمتغير واحد اللي هو بس السين. هلأ التعبير الجبري هي أعداد ومتغيرات بتربطها عملية واحدة على الأقل، مثلا إما جمع طرح بيكون فيها عملية واحدة من العمليات الحسابية على الأقل طبعا، أو ممكن يكون عندي مثلا 4 س زائد 1 هون صار عندي عمليتين، عملية ضرب وعملية جمع. طيب هاي التعبير الجبري. مثال: سين زائد واحد سين ناقص 5، 4 س ناقص 1. هاي كلياتها بنسميها تعابير جبرية. إذا التعبير الجبري هي أعداد ومتغيرات تربطها عملية واحدة على الأقل أو ممكن أكثر من عملية. مثلا المثال الأول سين زائد واحد كان عندي عملية حسابية واحدة وهي الجمع. المثال الثاني سين ناقص 1 5 كانت عملية حسابية واحدة وهي الطرح. المثال 3 4 س ناقص 1 عندي عملية ضرب وعملية طرح، الضرب بين المتغير سين والأربعة ناقص 1. طيب هاي كلياتها يا خامس بنسميها التعبير الجبري. هلأ عندي إشي جديد اسمه القيمة العددية. شو يعني القيمة العددية وكيف ممكن أني أحصل عليها؟ القيمة العددية يا خامس هي قيمة التعبير الجبري لما بدي أعوض بدل المتغير. مثلا عندي بالسؤال المثال الأول هذا سين زائد واحد، لو إجيت حكيت لك افرض أنه سين تساوي 3، فبحكي لك شو قيمتها العددية للتعبير الجبري؟ بروح بحكي إنه سين زائد واحد مكان سين بحط 3 بتصير 3 زائد 1 وتساوي 4. هاي هيك اسمه القيمة العددية. نأخذ مثال عشان نفهم أكثر. حكالي إذا كانت قيمة سين بتساوي 3، جد القيمة العددية للتعبير الجبري 2 س ناقص 3. بده القيمة العددية، بروح بحكي اثنين سين ناقص 3، كتبتها زي ما هي بس بعوض مكان سين في 3 بتطلع معاي ايش هياتها هون. بروح بحكي 2 س هياتها، عوضت مكان سين بتلات ناقص 3، 2 في 3 6 ناقص 3 وتساوي كم؟ 3. نشوف 6 ناقص 3 وتساوي 3. هون بكون أوجدت قيمة عددية للتعبير الجبري. ماشي يا خامس؟ طيب نيجي على مثال. أعطاني مثال أسئلة حياتية. حكالي أضاف سامر دينارا واحدا إلى حصالته التي تحوي مبلغا من المال. إجاهو سامر عنده حصالة، حصالته فيها مبلغ بس أنا ما بعرفه، شو بسميه؟ بسميه سين. أضاف له كم للحصالة؟ دينار للمبلغ اللي جواتها. بده نجيب عما يأتي: عبر عن المبلغ الموجود داخل الحصالة قبل إضافة الدينار. هون يا خامس بدنا نعبر عن قبل إضافة الدينار. تحوي مبلغا من المال أنا ما بعرفه، شو بسميه يا خامس؟ بسميه سين، مجهول، ما بعرف كم فيها الحصالة. قبل إضافة الدينار، إذا المبلغ في الحصالة كم كان؟ كان سين. هلأ بحكي لي عبر عن المبلغ الكلي بعد إضافة الدينار، كم رح تصير بعد ما نضيف لها دينار؟ كان فيها سين بالأصل، ضفت لها دينار كم رح تصير؟ سين زائد واحد. هاي سين زائد واحد سميتها التعبير
الجبري. إذا أصبح المبلغ داخل الحصالة س المبلغ اللي كان فيها بالأصل زائد الدينار اللي ضافه، هاد بسميه تعبير جبري. رقم 3 طلب مني، إذا كان داخل الحصالة 49 دينار قبل ما يضيف عليها الليرة، شو أصبح بعد الإضافة؟ بروح بحكي له إنه المبلغ كلي شو بيساوي؟ المبلغ اللي كان سين زائد 1 الدينار اللي ضافه. طب هو حكالي بالأصل لو كانت سين 49، بس بعوض مكان سين في 49، 49 زائد 1، إذا كم صار فيها يا خامس؟ صار فيها 50 دينار. 50 دينار هاي بكون طلعت القيمة العددية لهذا التعبير الجبري. أعطاني بدل سين قيمة عددية وحكالي أوجديها، فلما أوجدتها طلعت 50 دينار. ماشي، نشوف غيره يا خامس. برضو أعطاني مثال، جدي القيمة العددية للتعبير الجبري، 3 س ناقص 2 عندما سين تساوي 7. أعطاني جاهز، حكالي بدي توجدي لي كم القيمة العددية للتعبير الجبري اللي هو 3 س ناقص 2، لكن اشترط شرط إنه سين تساوي 7. فأنا شو بروح بحكي يا خامس؟ إنها 3 س ناقص 2 كم تساوي؟ بس مكان سين يا خامس بحط 3 ضرب س، شو حكالي بده إياها؟ 7 ناقص 2 شو تساوي؟ 3 في 7 يا خامس كم؟ 21 ناقص 2 وتساوي كم يا خامس؟ 21 ناقص 2 19. بس بكتب له إنه القيمة العددية للتعبير الجبري 19. هيك بكون طلعت قيمة عددية للتعبير الجبري. إذا بس حطيت مكان سين 7، حطيت 3 س ناقص 2، رجعت كتبت إنها 3 س، هون حطيت 3 س ناقص 2، التعبير ظل زي ما هو، عوضت مكان سين ب7، حطيت 3 ضرب 7 ناقص 2 لأنه معطاه بالسؤال إنها سين تساوي 7. الأولويات طبعا حسب الأولويات الحسابية، أول إشي عند الأقواس، بعدين عندي ضرب وقسمة من جهة اليمين، وآخر إشي عندي جمع وطرح. فهون عندي حسب الأولويات، ما في أقواس في ضرب، الأولوية للضرب بعدين للطرح. بضرب في 3 في 7 21، بعدين بكمل باقي المسألة ناقص 2، طلع معي الجواب 19. ماشي يا خامس، هاد مثال. طيب عندي سؤال واحد صفحة 91. سؤال واحد حكالي إذا كانت قيمة سين تساوي 9، فجد القيمة العددية لكل تعبير جبري مما يلي. أعطاني هون إنه سين تساوي 9، بده إذا صاد زائد 51، بروح هون شو بحكي يا خامس؟ بحكي صاد زائد 51 اللي هي مطلوبة مني، مكان صاد شو حكالي أحط؟ 9. طبعا هون لازم تكون بدل سين صاد، صاد تساوي 9، بس بحط 9 زائد 51 وتساوي 9 زائد 51 أكيد 60. هيك بكون طلعت لها القيمة العددية. طيب نشوف فرع ب. فرع ب حكالي 2 صاد زائد 4، 2 صاد زائد 4، بروح بس مكان صاد بعوض بقيمة صاد، هون لازم صاد تكون 9، 9 زائد 4، 2 في 9، 2 ضرب 9 18 زائد 4 ويساوي 22. حليت حسب الأولويات، الأولوية للضرب بعدين بجمع لها 4، تصير 2 ضرب 9 18 زائد 4 22. طيب هلأ بظل في فرع جيم معاي، رح يكون معك واجب، فرع جيم واجب اللي هو 35 ناقص 3 صاد. فرع جيم 35 ناقص 3 صاد، بتحلوه يا خامس على دفاتركم بتبعثوا لي الحل. طيب هلأ عندي مثال 2، حكالي في نادي ثقافي بعمل حفل خيري لتمويل المشاريع. طيب إجا حكالي
تبرع الفرد الواحد للنادي في هذا الحفل أعطاني إياه حسب تعبير جبري، حكالي إنه إذا تبرع شخص في لهذا النادي راح يعطيني إياه باثنين سين زائد خمسة، سين عدد التذاكر اللي بده يشتريها الأفراد بالدينار الأردني، سين هون اثنين سين زائد خمسة، السين هي عدد التذاكر اللي بدهم يشتروها الأفراد، خمسة رسوم الدخول للنادي. طيب إذا صار اثنين سين زائد خمسة أعطاني إياه جاهز، حكالي شو القيمة العددية إذا تبرع أحمد، إذا تبرع أحمد من خلال إنه اشترى 7 تذاكر، بروح أنا بحكي له شو القيمة العددية لتبرع أحمد تساوي 2 س زائد 5، التعبير الجبري اللي هو أعطاني إياه، ويساوي شو مكان سين بحط؟ حكالي 7 تذاكر، لأنها سين هي بتمثل عدد التذاكر، فرح يصير 2 ضرب 7 زائد 5 ويساوي 2 في 7 يا 5 14 زائد 5، برضو مشيت حسب الأولويات الحسابية، الأولوية للضرب بعدين للجمع، 14 زائد 5 19 دينار. كم رح يكون متبرع أحمد؟ رح يكون مقدار التبرع 19 دينار. ماشي، بحكي القيمة العددية لتبرع أحمد تساوي 2 س زائد 5، مكان سين حطيت بس 7 تذاكر طلع معاي 19 دينار. طيب فرع با بده المبلغ اللي رح يجمعه في حال باعوا 76 تذكرة، شو رح يصير معاي؟ فبروح شو بعمل يا خامس؟ بحكي هون انه 2 س زائد 5 ويساوي 2 س زائد 5، مكان سين شو بحط؟ 76 زائد 5 ويساوي 2 ضرب 76، الأولوية للضرب، بضربها عادي نضربها على جنب، شو راح يطلع معاي؟ 2 ضرب 6 12، و2 في 7 14، و1 15، إذا كم صار معاي؟ 152 زائد 5. طب 152 زائد 5 كم؟ أكيد 157، لأنها 5 زائد 2 7، وال15 بتنزل، إذا 157 دينار. نشوف المبلغ اللي سيجمع، رح نحكي بدل بس سين حط 76، بضرب 2 ضرب 76 زائد ال5 دنانير اللي هي حكونا رسوم الدخول، بضرب 2 في 76 بطلع معاي 152 زائد ال5 دنانير ويساوي 157 دينار. هاد كان درسنا لليوم يا رابع يا خامس، ان شاء الله انه تكونوا فهمتوا علي، اللي ما فهم اي شغلة عادي يبعث لي انا جاهزة، وان شاء الله بدي اياكم بس تحلوا لي فرع جيم من سؤال واحد صفحة 91، فرع جيم صفحة 91 من سؤال واحد بدي اياكم تحلوا لي اياه عشان نكمل باقي الدرس يوم الخميس ان شاء الله باذن الله تعالى. يعطيكم الف عافية.